ورشة تدريبية مكثفة ممتعة للغاية على الأقل بالنسبة لي. أنا استمتعت جدا بمقابلة الشباب والفتيات المشاركين في هذه الورشة، تحدثنا في الخطوط العريضة وأهم المبادئ والتوجيهات والإرشادات المتعلقة بهذه المهنة، وأعتقد أنه كتير منهم الطريق ممهد قدامه، لو طور موهبته ولو أحسن استغلالها ممكن جدا أنه يبقى نجم كبير في هذا المجال. مبسوط جدا النهاردة الحقيقة بالسيشن اللي عملتها، الطلبة يعني حسيت ان هم مندمجين جدا معايا، وحسيت ان هم عندهم طموحات كبيرة وعندهم احلام ان هم يبقوا يعني شخصيات اعلامية في المستقبل، ويقدموا للاعلام المصري يعني اداء متميز، وحسيت ان هم مش مكتفيين بس بمجرد الدراسة الأكاديمية، بس عايزين يدعموها بالخبرة العملية.